تفاوت كبير في درجات الحرارة يصل إلى 18 درجة مئوية. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان، خدمة إخبارية جديدة ومتابعة مستمرة لحالة الطقس اللي عشنا معاه خلال آخر يومين، موجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، لكن امبارح بالليل الجو اعتدل بشكل كبير جدا جدا، بل شعرنا ببعض البرد خلال ساعات الليل. لكن النهاردة الظاهرة الغريبة إن في تفاوت كبير في درجات الحرارة، يمكن في السواحل الشمالية توصل ل 23 درجة، يكاد يكون جو مائل للبرودة في ساعات النهار، 23 درجة حرارة قليلة جدا جدا، توصل في القاهرة الكبرى إلى 30، في شمال الصعيد 32، لكن جنوب الصعيد ما زال متأثرا بالارتفاع في درجات الحرارة، وتوصل في الحرارة ل 41 درجة، يعني ما بين شمال مصر وجنوب مصر في 18 درجة فرق، 23 شمالا و 41 جنوبا. فعايزين نعرف ايه السر في التفاوت الكبير في درجات الحرارة، خصوصا ان الاقصاد بتحذرنا من بعض الظواهر الجوية، طبعا اهمها الشبورة المائية في الصباح الباكر، في بعض الغيوم الجزئية على معظم انحاء الجمهورية، بالاضافة طبعا لوجود الرياح اللي بالليل بتساعد على تلطيف الجو بشكل اكبر وبيكاد يكون مائل للبرودة، لكنها في بعض المناطق ممكن تكون مثيرة للرمال والاتربة. السؤال كمان، امتى جنوب الصعيد يتحسن عنده الجو ودرجة الحرارة تنخفض زي باقي انحاء الجمهورية؟ كل هذه الأسئلة وأكثر يسعدنا يكون معنا على الهاتف دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عشان يجاوبنا عليها. أهلا بيك دكتور محمود. أهلا بحضرتك دكتور عثمان، وصباح الخير لكل متابعي تلفزيون الوطن. يعني في البداية، سر التفاوت الكبير في درجات الحرارة بعد الموجة الموجة الحارة اللي عشناها خلال آخر 48 ساعة، والحرارة وصلت 34 و35 في القاهرة وتخطت ال 40 في الصعيد، إيه اللي حصل خلال آخر ساعات غير من الجو؟ لكن لسه جنوب الصعيد برضه متأثر بدرجات الحرارة المرتفعة. بكل تأكيد، زي ما احنا متعودين خلال التوقيت ده من العام بنتعرض لكتل هوائية من مصادر مختلفة، مش بيكون في تجانس في الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا. في بعض الأيام بنتأثر بكتل جنوبية بتكون حارة بترتفع معها درجات الحرارة، زي ما شهدنا على مدار ال 48 ساعة الماضية. بداية من اليوم تحديدا بدأت تتراجع هذه الكتل الهوائية الجنوبية الحارة، وبدأت تدخل كتل شمالية قادمة من على البحر المتوسط، كمان معاها امتداد لمنخفض جوي في الطبقات العليا للهواء. الوضعية دي عملت على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بداية على السواحل الشمالية الغربية للجمهورية، وبدأت بعد كده تتقدم إلى الداخل، إلى باقي مناطق الجمهورية حتى القاهرة وشمال الصعيد اليوم. فاليوم تحديدا بدأنا نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل لخمس وست درجات على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد. يعني القاهرة الكبرى اليوم بتسجل 30 درجة مئوية، بعد ما كانت بتسجل على مدار ال 48 ساعة الماضية كانت بتسجل 35 درجة مئوية. كمان شمال الصعيد هتسجل 32 درجة اليوم، بعد ما كانت بتسجل 38 درجة. كمان السواحل الشمالية زي ما حضرتك أشارت دي اللي ليها النصيب الأكبر من الانخفاض، للعظمى اليوم عليها هتكون 23 درجة مئوية. التفسير الوحيد لأن الجنوب الصعيد لازال حتى اليوم هيكون فيه درجات حرارة مرتفعة هتصل ل 40 و41 درجة مئوية، وإن الكتل الهوائية الشمالية الباردة دي مش هتصل اليوم إلى مناطق جنوب الصعيد، لكنه هيفضل متأثر بالكتل الجنوبية الحارة. مع تقدم الوقت ودخول ساعات الغد إن شاء الله هتبدأ الكتل الشمالية تأثيرها يمتد جنوبا على جنوب الصعيد، وهنلاقي على جنوب الصعيد بكرة إن شاء الله انخفاض بمعدل 6 درجات، يعني جنوب الصعيد غدا هيسجل أعلى درجة حرارة فيها تكون 35 درجة مئوية، ودي بالفعل هتكون حول المعدلات أو ربما كمان أقل من المعدلات، لأن غدا الجمعة هو ذروة هذا الانخفاض، وهتكون في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية أقل من المعدلات الطبيعية خلال التوقيت ده من السنة بمعدل درجة لدرجتين. يعني العظمى بكرة على القاهرة هتكون 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وكمان انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل هيكون بشكل ملحوظ، ده عايزين نحذر منه، اللي على مدار 72 ساعة القادمة هتكون الأجواء خلال ساعات الليل مائلة للبرودة والصغرى ما بين 16 ل 17 درجة مئوية. يعني نقدر نقول ان الويك اند ده او نهاية الاسبوع دي نهاية لطيفة جدا جدا للناس اللي عندها فرصة انها ممكن تخرج، ان الجو بالنهار لطيف، لكن ياخدوا بالهم بالليل ان في نسمة باردة ممكن تؤدي الى بعض التعرض للامراض لو ما خدوش بالهم على الاقل على صعيد الملابس.
بكل تأكيد يعني الملابس خلال ساعات الليل ما ينفعش تكون ملابس صيفية بشكل كامل، خاصة في المناطق المكشوفة والمفتوحة، لأن كمان نشاط الرياح مع دخول الكتل الباردة دي هيخلينا خلال ساعات الليل نحس بالأجواء الباردة بشكل أكتر، فبالتالي دي أهم نقطة عايزين نحذر منها السادة المواطنين. طب هنقدر نستمتع بالجو المعتدل لحد امتى؟ يمكن انت عارف برضو يعني في بعض الاطفال او الاولاد خلاص خلصوا اختباراتهم وامتحاناتهم، لكن لسه في فئات كبيره شغاله وتمتحن خلال الاسبوع اللي جاي. الجو معتدل النهارده وان شاء الله كمان بكره، بكره كمان على كل الانحاء سواء مصر شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، الموجه المعتدله مستمره معانا لحد امتى؟ والمتوقع بعد كده هيكون ايه؟ يعني مستمره معانا لحد يوم السبت ان شاء الله، يعني لمده 72 ساعه، لان من يوم الاحد هيبدا تدريجي تتغير الكتل الهوائيه، هتكون ايضا من مصادر جنوبيه مره اخرى، وهنبدا نلاقي ارتفاع في درجات الحراره بدايه من يوم الاحد على اغلب مناطق الجمهوريه، هيكون ارتفاع تدريجي هيبدا الاحد ان شاء الله. كمان هيكون معاه نشاط ملحوظ للرياح هيبدا تحديدا يوم الاحد على القطاع الغربي من الجمهورية زي الصحراء الغربية بالكامل وسيوة والسلوم ومطروح، هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة على هذه المناطق. يعني أكيد هنتابع معاكم لحظة بلحظة هذه التطورات في حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية. نشكرك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، والشكر موصول لكل متابعي تلفزيون الوطن، وانتظرونا في خدمات إخبارية جديدة خلال الساعات اللي جاية. شكرا جزيلا لكم.